في مطلع شهر تشرين الأول أكتوبر عام 1970، فوجئ الرئيس نور الدين الأتاسي باتصال هاتفي يخبره بأن هناك جرافات وحفارات دخلت مزرعة تعود ملكيتها للسيدة زوجته، وبدأت تقوم بأعمال الحفر والتنقيب. وعندما استفسر المزارعون في الجوار عن الأمر، قيل لهم أنهم تلقوا أوامرهم من العقيد رفعت الأسد شقيق وزير الدفاع حافظ الأسد. وقد أوردت صحيفة الأهرام المصرية هذه الحادثة بعد نحو شهر من حدوثها في عددها الصادر بتاريخ 16 من تشرين الثاني نوفمبر على النحو التالي: إن المتاعب بدأت عندما قدم مواطن سوري يقيم في تركيا خرائط ومعلومات سرية إلى العقيد رفعت الأسد شقيق وزير الدفاع السوري والمسيطر على منطقة دمشق بأن هناك كميات من الذهب أخفاها الألمان والأتراك قبل أن يرحلوا عن دمشق في عام 1918. وحصل رفعت الأسد على الترخيص بالحفر في الأرض التي أبلغه السوري بوجود الكنز فيها، وأرسل كاسحات للحفر والتنقيب بالقرب من المنطقة المحددة قرب دمشق بحثاً عن بغيته. لكن ظهر أن هذه الأرض تملكها السيدة عقيلة الرئيس نور الدين الأتاسي، الذي اتصل بالفريق حافظ الأسد يشكو إليه تصرف شقيقه. وتضيف الرواية أن وزير الدفاع رد أن التنقيب يتم لصالح الدولة، وأن الرئيس يمكنه استجواب رفعة الأسد للتأكد من الأمر. كذلك تردد أن زعامة الحزب طلبت من رفعة أن يعتذر لرئيس الدولة، ولكنه لم يفعل. كانت المزرعة التي ذكرت في الرواية الصحفية تقع في منطقة يعفور بريف دمشق الغربي، وهي تعود للسيدة سلمى الحسيبي زوجة الرئيس نور الدين الأتاسي، التي كانت جزءاً من مزارع يعفور تعود لأسرتها من آل الحسيبي. وقد كان اقتحام رفعة الأسد لها تحت تلك الذرائع التي لم يكن لها أساس من الصحة عملاً استفزازياً متعمداً بالتواطؤ مع حافظ الأسد، الذي كان يسعى لاستعراض قوته وقدرته على إزعاج حتى رئيس الجمهورية من أجل تحضير الرأي العام لاستيلائه التام على السلطة. ولهذا رفض أن يدين سلوك شقيقه أو يحمله على الاعتذار من الرئيس الأتاسي، وهو ما شكل القش التي قسمت ظهر البعير ودفع الرئيس نور الدين الأتاسي لتقديم استقالته من منصبه كرئيس للدولة ولمجلس الوزراء في 18 من تشرين الأول أكتوبر عام 1970. وفيما نشرت الصحف العربية خبر استقالة الدكتور الأتاسي واعتزاله الزعامة كما ذكرت صحيفة الجزيرة السعودية، فإن المصادر أشارت إلى أنه بات من المعلوم أن دوافع الاستقالة تعود إلى أحداث أيلول الأسود في الأردن، حين اشتبكت القوات الأردنية مع الفدائيين الفلسطينيين، وأن السلطات السورية كانت مستاءة من رفض وزير الدفاع حافظ الأسد إرسال الطيران لتغطية القوات البرية السورية التي هرعت لنجدة الفلسطينيين، ما سبب خسائر كبيرة أدت إلى سحب تلك القوات. عاد نور الدين الأتاسي بعد استقالته إلى مدينته حمص، ما دعا لعقد مؤتمر قطري لحزب البعث العربي الاشتراكي أفضى إلى المطالبة بإقالة وزير الدفاع حافظ الأسد ورئيس الأركان مصطفى طلاس، إلا أن الأسد باغت المؤتمرين بإصدار أوامر اعتقال بحقهم، وقد طال الاعتقال رئيس الدولة المستقيل الدكتور نور الدين الأتاسي بعد أن نفذ مع شقيقه رفعت ورئيس أركانه مصطفى طلاس الانقلاب، الذي كانت رائحة التحضير له تفوح منذ أشهر، والذي سماه لاحقاً الحركة التصحيحية.